السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير، أخوكم رياض. طبعا السيارة هذه اللي جت أمس عشان فيها مشكلة تقطيع الكهرباء، أعيد أكرر في المقطع أكثر مرة بس عشان الناس تعرف وصاحبها يعرف واللي قلبنا لها قلب بلف في الأخير. اليوم عندنا لو بنعدل ماسورة التكييف الموجودة اللي أقرب من القربة أو اللي جت القربة ودائما تسبب مشاكل، هذه طبعا تجي في الموديلات 2015 الدفعة الأولى وحتى ممكن الدفعة الثانية، تسبب احتكاك في الليات وتسبب لها تنسيم اما في الفريون او في الليات المويه. ولاحظوا الاحتكاك السابق يعني سبب له اثر، يعني حتى تغير من دائره الماسوره، بدل ما كان دائره مستويه صار الان دائره وفيها احتكاك. هذا بعد التعديل بالليات وحط لها ربطه، لكن انا الان طبعا هي مثبتة عن طريق مسمار هنا، فأنا راح أنزلها للأسفل شوي أو راح أقرصها من الماسورة الخلفية هنا وراء، بس ممكن يسبب مشكلة، فما راح اللي أعدله راح أعدلها من هنا فقط، إنه أعدل التثبيت الماسورة اللي هنا كلها مجرد راح. طبعا للأسف ما أدري هي الوكالة أو غيرها مثبتين الماسورة اللي هنا أو التثبيت حق الماسورة بربطة شد أو ربط شد أو شد الربطة، أو المهم إنه البلاستيك اللي زي هذا، فعشان كذا ممكن يسبب مشكلة. أنا الآن راح أقص الكليبس هذا وراح أعدل القاعدة. شوف أنا تكلمت سابقا على إنه أشوف الربطة وين حاطينها في الدينمو، أنا أشوف ما لها داعي. الآن راح اقطع الربطه هذه وراح اعدلها بطريقه الخاصه وتبعد عن مشاكل اللمس في الليات قربة المويه. يعني ببساطه المسمار هذا حليناه بسيط، رجعنا القاعده لوراء للخلف وصار الان بعيد كل البعد عن الليات القربة، لا احتكاك ولا فيها تعديل من الماسورة هناك ولا من الماسورة الخلفية، فقط انه هذه القاعدة حررناها ودفعناها للخلف وراح نشد عليها الان. هذه القاعدة حررناها بالمسمار اللي هنا 14 او 13 ودفعناها للخلف، والان صار الماسورة ثابتة وبعيدة كل البعد عن ليات قربة الموية. طبعا هذا يعتبر عيب في الموديلات الجديدة 2015 الدفعة الأولى، لكن الآن بوريكم ما في 2016 وما بعد اختلفت كليا التركيبة. طبعا راح نقارن بالماسورة اللي تم تعديلها على 2016، طبعا هذا سوبر بان 16، طبعا مسكين ما شاء الله الغبار ذابحه. انتهينا من أفلام التجارب، فعشان كذا ما عاد نحتاج السيارة دي، نادر ما تحركت. ولكن لاحظوا معنا هنا، شوف التغيير، شوف لاحظوا الآن فرق الثلاجة الماسورة حقت التبريد، صار جالت الآن حاطين لك الماسورة الكبيرة، لو تلاحظون الماسورة الكبيرة اللي كانت هنا اللي كانت هنا طولوها بماسورة أو هوز طويل وحلوها عند الكمبرسر. لاحظوا حلوها أسفل عند الكمبرسر، شو الكمبرسر هنا، هذا الكمبرسر أسفل المحرك يمين، حط الماسورة هذيك اللي كانت تحك في القربة أسفل. فهذا التعديل اللي صار 2015 الدفعة الأولى، للأسف خلوها هنا قريبة من القربة المويه، فعشان كذا صارت تحك في الليات وبعضهم صار عنده تسريب او تنسيم في الفريون. فهذا الفرق بين موديلات 2015 والتعديل اللي صار في 2016 واعلى، عشان بس الجميع يعني يكون على بينه. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.